هنتكلم على ماتش الجيش وهنتكلم على مشوار الاهلي سواء في الدوري او في دوري الابطال، بس خليني افكركم بلقطه حصلت زي النهارده كده بس من 14 سنه تحديدا 2009. كان في لقاء او مباراه فاصله، مباراه حسم بين الاهلي والاسماعيلي على لقب بطوله الدوري موسم 2008 2009. اللي حصل انه الاهلي والاسماعيلي فنشوا الدوري، هما الاثنين في الصداره برصيد 63 نقطه. المباريات او المواجهات المباشره كانت انتهت واحده في الاسماعيليه لصالح الاهلي بهدف بركات، واحده في القاهره لصالح الاسماعيلي بهدف محمد محسن ابو جريشه، فاتلعبت مباراه فاصله. كان هدف فلافيو اللي حضراتكم شايفينه ده هو السبب في تتويج النادي الاهلي، عرضيه فلافيو طبعا الثنائي الانجولي الشهير او الاشهر في تاريخ الكره المصريه. ما يتهيأليش ان في لعيبه جت من انجولا وتالقت كما تالق الثنائي ده جيلبرتو وفلافيو، وكان الثنائي ده هو السبب في تتويج الاهلي بالبطوله في الموسم ده بعد ما انتهت المباراه بنتيجه 1-0 وفوز الاهلي واعلانه بطلا للنسخه دي من الدوري لما كان الاسماعيلي طبعا في الوقت ده بينافس.